طبعا في منتخب الشباب في أمم أفريقيا، وكمان في كأس عالم للشباب مع طبعا محمد صلاح وأحمد حجازي وكل النجوم دي. علاقتك بكل حد فيهم إيه؟ لو في حاجة لحد النهاردة، يعني في تواصل لحد النهاردة معاهم منني؟ في تواصل طبعا. انا بصراحة انا بحب كل المنتخب بتاعي، يعني حتى لو مش بيبقى في مثلا زي محمد صلاح، ما فيش تواصل يعني دايما، بس انا ببقى يعني عامل عذر لمحمد صلاح. طبعا اكيد يعني انا كلنا. من الناس اللي انا كنت من الناس اللي مع محمد صلاح في الغرفة دايما، يعني ال3 سنين بتاع المنتخب انا ومحمد صلاح بنقعد في اوضه واحده. التواصل انا لحد دلوقتي بتواصل بحجازي وبايمن اشرف وبالنني وبمانجا، يعتبر يعني كلهم، عمر جابر. التواصل ممكن ما يبقاش يعني مش اسبوعيا او كده، بس كل فتره لازم بنتواصل والكلام ده. محمد صلاح بحس ان هو كل سنه، يعني مش كل سنه لازم يدخل يبعت لي مثلا على الانستجرام، لازم يبعت لي ازيك عامل ايه، بس هو بحس ان هو واخده ما بيعدي فتره كبيره هو من نفسه بقى ليه بيسال. بتتكلموا في ايه؟ بتلحقوا تتكلموا بقى في مشاكل او في يعني ايه الحديث مثلا اللي بيدور بينكم، ولا سلام سلام وخلاص يعني بتطمنوا على بعض؟ هما دايما ما عندهمش فكره تاحه بقى هادي. انا كنت فاكهه المنتخب زمان، كنت انا اللي بشعوذ الدنيا وبهزر وبضحك وبعمل كل حاجه، فهم لحد دلوقتي بص لي البصه ديت فبيقولوا لي احنا مش مصدقين، يعني انت مهما تحكي لنا ومهما نشوفك احنا مش مصدقين ان انت بقيت هادي والكلام ده. حتى بالذات حجازي، كل ما جيت في مره رحت لهم الاوتيل وكده لما ينزلوا هنا، فقابلت محمد صلاح والنني وحجازي، فبيقعدوا يضحكوا، بس يعني كل ما يبصوا يضحكوا ان انا ما بقتش بهزر، ما بقتش ادخل مع مش هزار. انا طبعا بهزر واضح، بس زمان فعلا يعني كنت حاجه تانية خالص، يعني لدرجه ان كابتن حسام غالي واللعيبه الكبيره كانت بتمسكني، يا ابني اهدى شويه، يا ابني مش هينفع، بالذات كابتن حسام غالي. فدي بصراحه بعتبرها نعمه ان انا اتعاملت مع اللعيبه ديت، وكنت كمان الكابتن في منتخب الشباب، فانا مبسوط ان انا لعبت مع جيل زي جيل محمد صلاح.